على تلة من تلال إقليم التفاح تتربع بلدة حمين التحتة، البلدة التي تبعد عن العاصمة بيروت حوالي 60 كيلومتراً، يحدها من الشرق بلدتي عرب الجل وصربة، ومن الغرب بن عفول وركاي، ومن الجنوب رومين، ومن الشمال طباية وعنقون. يعني الاسم مشتق للغة السريانية الحار والمشتعل، وعلى هذا الأساس معظم اللي أرخوا حكوا قالوا أنه الاسم انبنى على هذا المسمى السرياني، أنه ضيعة ساحل يعني قريبة من الساحل. بعض قال أنه كان فيها حدا بصيف هون يعني بهالمنطقة، وبيطلع على منطقة يعني البعض ربطها بحمين الفوقة. طبعا حمين تقسم إلى قسمين، البلدة القديمة، أحياء القديمة اللي كانت أساس البلدة، فيها أثار قديمة جدا، يعني البعض بيربطها حتى بالعصر الروماني، لأنه بأكثر من مكان، بأكثر من حدا عم بيعمر، حدا عم يحفر، يعثر على أثار قديمة جدا. أثار فيه بالضيعة، لأنه محل ما موجود المسجد هلأ والضيعة القديمة، عطول بس يصير في حفر أو شيء أساسات لبيوت جديدة أو كذا، عطول بيطلع شيء من الأثارات وقديمة. يعني البعض أنا ما بعرف، بس اللي بسمعه أو اللي بيتناقل عن الناس أنه عمره ألاف السنين. الأحياء القديمة بحمين التحتة ما زالت بتحافظ على رونقها، وحتى بعض أهاليها حفاظاً على هذا الإرث اللي هي كان مكان الأجداد، حاولوا بالبناء يراعوا هذا المشهد القديم، مشهد اللي فعلا بيربطنا بالأجداد وبالتراث. لا تزال حمين التحتة إلى اليوم تحافظ على طابعها القروي التراثي الذي يعود بناؤه إلى مئات السنين من خلال بيوتها القديمة المتوسعة على الحارة الفوق والتحت، اللتان تشكلان الضيعة القديمة. كانت الضيعة يعني كانت الضيعة شي 500 شخص، هذه من 70-75 سنة. الضيعة كانت الجامع، يعني ما تقولي من تحت الجامع شوي ولورا، هذه الضيعة القديمة. الضيعة القديمة كان شكلهم كله تراب، يعني السقوفية تراب، يحدلوها بالمحدلة وقت ما تشت الدنيا يحدلوها يطينوها بالطين، مش أكثر من 50 بات بس، كلها البيوت على بعضها كانت. كان يفتح لما يعمروا كان يفتح توقع على بعضهم، كانوا يخافوا من العصابة، إنه إذا إجت عصابة يصرخ لجاره، كانت تجي عصابات ويقومون أهل الضيعة. الشجاعة صفة متجذرة عند أهالي البلدة التي تحولت بفعل شجاعة ونخوة أهلها إلى ملاذ آمن للقرى المجاورة. كل البلاد علموا عليها إلا حمين، ما حدا قدر علم عليها، لأنه كانوا متكاتفين، كانوا يعملوا حرس، تبقوا أهل العرب والجيران وهذا الجيرة يجوا يخبوا المواشي عنا بالليل. شكلت كروم العنب والتين والزيتون خير مورد لأهل البلدة الذين كانت معيشتهم تقوم بشكل كامل على العمل الزراعي وتربية المواشي. حمين مثل أي ضيعة من هالضيعة بضيعة جنوب، كان تقريباً كل بيت يعني من جيل أجدادنا، كل بيت كان فيه عنده ماشي، يعني يا بقرة يا معزة يا غنم، بس يمكن أكتر شيء كان بحمين البقر والمعزة. وكانت اللي بسمعه أنا من الجيل اللي أكبر مني بشوي، أو حتى اسمعه من الأجداد ومن جيل جدي، كانوا كل يوم يحلبوا البقر اللي عندهم اللي هو أكتر شيء كان منتج، وينزلوه كل يوم الفجر على الصيدة. يعني بمرحلة من المراحل كان في تصدير يعني أفضل من هلأ، كان عندهم يمكن وعي للموضوع الزراعي أفضل من هلأ. كانت عيشتنا من الأرض،
يعني الفلاح ينطر مثلا للصيفية للدراسة لحتى يدرسوا حتى يسددوا المصاريف اللي بدينينه من الدكانة، بدين يشتروا بدين هذا، يذبح واحد خروف أو يبيع خروف حتى يتمون. هاي كانت عيشتنا. بعنا في ترم الصلح الصبح ترم الأدن، والله شو بدك أنا أقول، قول يا ريت بعد في ضو عشية حتى كفي شغل، أوصل لعشية قول يا ريت بعد بقشة ويكون في ضو حتى كفي الشغل، كن عم نقي البرغة، كن عم بجرش مش مثل هلأ المكانات، كن عم بلقش، كن عم بندق زعتر، قول يا ريت لو بعد في ضو لحتى كفي شغل. كنا نحن شو نعمل؟ أصلي أنا بخور بال أصلي بخور وأهلي كمان يجوا لما أنا أصلي بخور أكمش 7-10 عصافير نبيعنا بنص ليرة على هلات اللي بيجوا من بيريت. شو من ناكل لناكل؟ كل يوم أنت بقى نقوص على الصنادير، يجي شوف ماشيين عاملين لك نجيب شيء 20-25 صندلة تمعاتن 6 وتقلين على المقلة أطيب من أطيب من لحم الغنم. سهول البلدة امتلأت بمختلف أنواع الحبوب التي كانت تسد حاجة أهلها. شو ما في الله خلق موني أنا مشتغلة فيها، كشك، زعتر، برغل، اللهم صل على النبي، زهورات. بينا نحن نسلق ونجرش ونعمل، أنا بعمل شي 100 كيلو كشك، بعمل شي 100 كيلو زعتر إذا مش أكتر يعني. كله قمح وذرة وذرة بيضة وذرة صفراء وبشلة كمان كانوا يزرعوا، وكانوا يزرعوا الذرة والقمح والشعير ويرعوا والتين. التين كانوا حمين مليانة كلها تين ما فيها شيء، وتروح عمتي وعمتي روحي يشرحوا بالوزان ويشرحوا بالكرم الزيتون التين، يزرحوا للتين تين يوم يروحوا يشيلوا ويحطوا بديله تين. كانوا العالم ويجي يكبسوا يجيبوا مرزلتين تين شو يعملوا، كانوا شو يعملوا، كانوا يجيبوا التين يبسوا ويجي يعملوا زهنك شي 3-4 زبتات تين حتى اللي بيكرون بالشتاء، يطيبوا يجيبوا يكبسوا هون يجيبوا يغسلوا جري هون وحطوا 7-8 شقفات ويكبسوا لنا تكبس الوحدة. هذي كانوا يأكلوا، الفلاح كان يروح الصبح يأخذ مليان يعبي جابته تين أو ضحروم ويأكل. هذي دل الظهر، الظهر تروح الستة تروح مرته تروح عشان نعمل تروح تحش شوي الحشد ونجي ونقعد ويجي يأكل هو الستة ونأكل نحن معه. هذي كانت الأيام. الحب والتعاون مدماك أساسي في علاقات أهل البلدة الذين تربوا على مفهوم الود وحسن الجيرة. كان في عزارة، كان في يعني تعب 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 كل النهار، واحد يقعد بالشمس على المورج، بقولوا المورج على المورج عند المغرب، وقت اللي بدهم يدرب القمح شو يعملوا؟ يجتمعوا مثلاً أهل البلد، مش واحد وحده صاحب الرزق، لا يجتمعوا 10-15-20 رجل يجتمعوا يساعدوه يدروا القمح ويعبوا القمح ويجيبوا لي على البيت، يجيبوا لي على البيت يساعدوه. كانت الضيعة وتالي يجي الواحد، تجي واحد نيم الجار والجار لازق بالجار، تقول له يا جاري خذي لك هالصحن الخبز هالاكل، خذي يا جاري خرقي في الهادي. كانوا من هالشكل الشعب، من هالشكل، والاحباب يضلوا مناب ويحبوا بعضهم. بعدين كان في عطف، يعني كيف مثلا اهل الضيعه تعطف على بعضها، تعطف على بعضها وتعطي بعضها. تيجي انت مثلا تقولي لي يا حاج بدي منك 1000 ليره، لا أعمل عليك ورقة ولا شهود ولا أبدا أبدا أبدا، قلك أنا الله خير الشاهدين، ترجع تقضي حاجتك وترجع ترجعيها. أوه
بتذكر أنا وصغير أصلب خوخ وكمش عصافير ولعب أنا ورفقاتي بالزقاقات ضيعتنا ونتخبى بزواريبها فترة وزيزة كبرت شاب راسي وصرت خطيار ورجعت عضيعتنا وجيت عضيعتنا مرقت بزقاقات هتذكرت الطفولية ونزلت الدمعة من عيوني ومرقت بزواريبها طلعت صورتي على الحجر ولك عطق الحجار وصار كل حجار مراي وأهلاً وسهلاً شرفونا أحبابنا قبل وصول الماء إلى البيوت كانت عين الضيعة المورد الوحيد للماء إلى جانب بركة البط التي كانت تستقطب أعداداً مهمة من البط هذا ويربط أهالي حمين التحت بين عين الضيعة ونبوغ أهلها فهذه العين بالنسبة إليهم أكثر من مصدر للماء عين حمين تعطي زكاة زكية يعني قد ما تشربي منها قد ما تشربي ما بتحس إنك شبعتي أو ضيقتي أبداً نحمل الغسيل ناخد الحطة ناخدهم معانا نشعل الموقد يعني ونغسل ونشر ونجيب الناشفة شارع باسم السيد العالم محمد إبراهيم العاملي مؤشر واضح على مكانة علماء الدين عند أهل البلدة الذين تعلقوا بالعلماء واجتذبوهم للإقامة بينهم علماء الدين بتذكر الشيخ محمد الحر نشباع تبقى كل نهار جمعة أهل حمين مش كلهم خمسة ستة يطلعوا من هان عشباع حتى يصلوا صلاة الجمعة ورا الشيخ وكان الشيخ محمد الحر كان أغلب مركزه كان يضل عنا بحمين كان يحب حمين هلأ قبل سيد محمد علي إبراهيم ما كان في حدا كنا نسمع نحن من الكبار كان يجي الشيخ محمد الحر الله يرحمه يقولوا يجي يبرم على أجلكم الله الدبة ويبرم على الكرة نتذكر كان يقول والله كان يقلنا الشيخ محمد الحر كذا وكذا هذا دليل على أنه كلمة العالم تترك أثرها في قلوب الناس ولو على مسائل الشرعية الفتاوى الشرعية يعني بعد فترة بالستينات زارنا سيد جليل السيد محمد علي إبراهيم وكان في هذه البلدة إماما لأبنائها وكان هو الأساس في قلب البلدة وهو اللي ثبت معالم الإسلامية في قلب الضيعة ومن بعد ما شاء الله حمين خرجت يعني 10 12 13 عالم في قلب البلدة نعم تنتشر في البلدة دور العبادة من مساجد وحسينيات ويعتبر مقام الخضر عليه السلام أكثرها شهرة هي بالفعل امرأة اسمها الحج غزالي حمدان رأت ما يراه النائم أن الخضر عليه السلام يصلي في هذا المكان أو كذا من هذا القبيل لأنه هي قصة قديمة يعني فنظرت أن تبني وبالفعل بنت غرفة صغيرة وبنعم الله تعالى طيبة أهل البلد وغيرتهم مما جعلهم يرتبونه وينظمونه ويحسنونه حتى أصبح مقاما مباركا يصلى فيه وتؤدى إليه النذرات ويقصده علماء ومؤمنين أتقياء من المنطقة بأكملها كسائر بلدات جبل عامل انطلقت المدارس من الكتاتيب وصولاً إلى المدرسة الرسمية حومين بالبداية مثل سائر القرى يعني كان الحكي عن الكتاتيب والأستاذ اللي كان يدرس
تحت الشجرة. وفيما بعد بلش يعني استحدثك مشروع فينا نسميه مدرسة أو بداية مدرسة، كان انطلاقة بالسبعينات، لكن المدرسة بشكل نموذجي أو خلينا نسميه في مرافق وفي طبقات وفي يعني مشروع مؤسسي كان ببداية الثمانين. توجه كبير نحو تحصيل العلوم المختلفة سمة واضحة عند أهل حمين التحتة الذين تميزوا في كافة الميادين العلمية. على مستوى الأطباء يعني في عنا بين 10 و15 طبيب وباقي الاختصاصات والمجالات سواء على مستوى العلوم الإنسانية والعلوم يعني العلوم عامة في أعداد لا بأس فيها من الدكاترة وحتى الخريجين المهنيات والجامعيين، عنا عدد من المحامين. تحت كل حجر شاعر، وفي ظل كل زيتونة أديب، كلمات تصدق على بلدة حمين التحتة التي تميزت بكم ونوع شعرائها الذين تألقوا في المحافل الشعرية. هذه البلدة طبع أهلها فيه التدين وفيه الهدوء، جو السماحة، وأكثر من ذلك وجوهر ذلك هو الأدب، الشعر، وهذا ما تميزت به بلدتنا حومين التحتة عن باقي القرى. فالشعراء بحومين ليسوا كباقي الشعراء، بل أنهم ميزة الشعراء والقمم الشعرية كانت في حومين ومن أبناء حومين. هذا المخزون الذي كان يملكه الآباء الأجداد من 100 سنة أو 150 سنة إن دل على شيء إنما يدل على الثقافة وعلى الفهم الاجتماعي والفهم العربي الأصيل في اللغة. حمين تحت كان فيها الشعراء القدامى اللي فينا نذكر منهم الحج أحمد البعلبكي، الشاعر عباس الحوماني، كانوا على مستوى الشعر يعني على أيام شحرور الوادي وعلى أيام علي الحج القماطي، هيدول الشعار. وكان في البعلبكي القديم قبل الحج أحمد البعلبكي. بعد هاي الفترة صارت حومين ملتقى للشعار. ملتقى كيف ملتقى؟ يعني كانوا كل شعار اللي كانوا تقريبا من بعد شحرور الوادي وعلى الحج القماطي يجوا يتبارزوا تقريبا بحومين تحت، لان موصوف حومين تحت انه هي ميتها ميت شعر، عينها تاخده لمحل تاني. عينها يعني فعلا احنا العين المي النبع اللي بيشرب منها بده يحكي شعر، هات موصوفة بكل المناطق، وفعلا انطبقت عليها لحومين. ذا عصيت شعراء حمين التحت لتتخطى شهرتهم حدود الوطن وتصل إلى دول الاغتراب، فمن ربوعها انطلق أمير القوافي السيد محمد مصطفى. بلدنا صوتها المحزون لبي بخلافك ناح قلبي وداخل لبي، خلق لبنان للعالم منارا أسم فردوس عن فردوس ربي. السيد محمد مصطفى كان من المؤاخذة تاجر أبقار، تاجر مواشي، كان إذا بده يروح على الحفلة يطلع مشي من هون العرب سكة، كان إذا بده يألف الافتتاحية هاي اللي عم نحكي عنها المحكية اللغة الضيعوية كان يألفها هو عم يرعى البقرات، كان يألفها هو عم يحرص، وكانوا يعني يطلعوا من أهم ما قاله السيد محمد مصطفى. هاي الضيعة هيك عملت بالسيد.
ولا تزال الألسن إلى اليوم تتناقل نبوغ السيد محمد مصطفى الشعري. فعملوا له حفلة وعلى الحاج القماطي. الحاج القماطي شاعر كبير، كان السيد عمره 18 سنة. فبآخر الحفلة، خلينا نكون لأن الحفلة ارتجالية كانت، بآخر الحفلة شاعر كبير قالوا له يا خي برك تعطينا رأيك بالسيد محمد مصطفى إنه هالشاعر الصغير. قال لهم كان ميت شحرور الوادي جديد، أكبر شعراء المنابر شحرور الوادي اللي هو ياب الجوعة الحج. قال لهم نور الإمارة عندما قالوا انطفى، والجدارة طالبتني بالوفا، وخيروني للإمارة للزجل ما بصطفي إلا محمد مصطفى. هاي الشهادة. هلا بيقوم الجمهور بيقول له للسيد بدك ترد مبيله، بيقول له عيده بعيده، بيقول له الوالد، بيقول له بعهد المضى حقوق الخلافة منزلة، من محمد لعلي المركز خلي، واليوم شرع الفن عاكس آيته، اعطى الخلافة لا محمد من علي. فانطلق السيد محمد مصطفى، صار في عنده جو خلود الفن، صار في جو العاملية، خليل روكز، زين شعيب، هو ياب المباريات، أكثر من 100 حفلة هو زين شعيب، المدينة الرياضية هو الزغلول، عرب صالم، وانطلق السيد محمد مصطفى وسبح السيد. وحاليا في عنا السيد راضي عيسى ابن السيد محمد مصطفى والشاعر أنور نجم، وحتى في عنا كتار بينظموا شعر ما أخذوا هذه الشهرة. تعتبر بلدة حمين التحتة معقلاً من معاقل المقاومة التي لجأ إليها ثلة من الشباب الثائر والعازم على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. منذ القدم حمين تقاوم قبل الاجتياح الإسرائيلي بطبيعة الحال، لأنه معروف جبل عامل قد قاوم ولبنان بشكل عام، وبالخصوص التشيع قاوم الاحتلال الفرنسي وغيره من الاحتلالات اللي سبقت الاحتلال الفرنسي. ثم ب 82 تجوهرت الأمور أكثر يعني عند الاجتياح الإسرائيلي، وبدأت الأفراد والمجموعات تقاوم هذا العدو الصهيوني المتغطرس أفرادا وجماعات، حتى تشكلت نواة للمقاومة في حمين كما في غيرها من قرانا ومدننا وغيرها. عنا نحن بالضيعة مثل ترسخت بقلوبنا عمل المقاومة، فصرنا نحن منا نكمل، كنا كأولاد حمين التحتة صرنا منا نكمل هذا العمل. كمان الحمد لله درنا توفقنا وكملنا، وكان اللي كان يديرنا صراحة يعني كان هيك كمان كان قائد، كان شهيد زهير شحادي، وكان معه شهيد غالب عويلي، كان معه شهيد محمد ديراني. يعني بسنة 85 أكيد يعني بيكون في ناس انجرحت بالعمليات واعترفت أنه جاي من حمين تحته، لأن إسرائيل كان كتير يشدد أنه أي أسير كان ينأسر منين جاي، من أي ضيعة، من مين عم يديركم. فأكيد صار وصلهم خبر أنه بحومين في انطلاق، محطة انطلاق للمقاومة. فكان نصيبنا أنه يجب 21 يوم 21 آذار تجي مناسبة عيد الأم، كانوا الصهاينة اجوا على حومين وينفذوا كمان القبضة الحددية مثل ما عملوا بزراري وبشبشيت وبمعركة. دفعنا بحماس كبير، قلنا لا ما نقاتل، ما منا يعني نهرب او نتخبى او ننأسر هيك بدون شيء، قلنا لا منقاتل في حال اذا العدو الاسرائيلي بلش يعني يعمل مجازر بالناس، ساعتها منبلش نقاتل. وحقيقه هذا اللي صار. يعني اول ساعه يعني هيك كانت الساعه 7-8 شيء، الساعه 7-8 الصبح بلش الاسرائيلي اي واحد ماشي على الطريق يقنصوه. الا نسمع ضرب رصاص. هلا شو هالرصاص؟ الله بيعلم. لوقت شي الساعة 8 طلع الضوء، ظهرت أنا بدي شوف شو في الحاج. كان عنا دجاج، قال بدي حط لهم ياكلوا، بركي حدا في حدا يعني عم بيعمل شيء أو هيدا، بدي حط لهم ياكلوا الدجاج. ظهرت أنا حط لهم، ظهرت في ابن أختي حبيبي شهيد راح. رد ظهرت بنتي قالت له لك يا محمود، اسمه الشهيد محمود، لك يا محمود ما تظهر،
بيقولوا هذه إسرائيل. قال لها لأنه إسرائيل بدي أظهر. ظهر مستشفى وخي صار لي سرق واس ظهر. شو صار يقول خيي؟ يقول الله أكبر. صار ينادي الله أكبر. مرات خيي حامل الصبي بظهرة صار ينادي الله أكبر. تاري الكلمة عدوته. رجعوا قوصوه لمين؟ لمرت خيي. صاروا اثنيناتهم بالسيارة وحامل ابن عمره 15. ماتت الأم والباي والصبي ضار. عرفت المعركة بالمواجهة البطولية التي سجل فيها أبناء البلدة انتصاراً تاريخياً دحر به العدو الصهيوني، وقد أسر العديد من الشبان وقت ذاك، واستشهد خلالها ما يقارب 21 شهيداً، ولا يزال نصب الشهداء وأضرحتهم مزاراً وذكراً خالدة لدى أبناء البلدة. إننا نحن بس شفنا هيك قلنا خلص نتكل على الله، لأنهم مبينين جايين الجماعة يعملوا مجزرة. فالحمد لله توفقنا وحولناها مواجهة، معيش صارت مجزرة، صارت إن شاء الله الحمد لله توفقنا عملناها مواجهة. طبعا نحن طرناهم لحتى فاتت الآليات، وهن كانوا موزعين مجموعات على أطراف الضيعة وحتى بقلب الضيعة كانوا موزعين على البيوت، على السطوح الأبنية، كل شيء يعني مباني العالي كانوا قاعدين فيها، كانوا متسللين بالليل وواصلين عليها لهذه البيوت. فنحن قلنا نحن بننتظر حتى تيجي الآليات. فوصلت الآليات اللي هني كان يعني رقم كبير، كان شيء 75 آلية ما بين دبابة وملالة وشاحنة. فبلشوا يفوتوا. هلا هني يعني بتعرفي هو هني بنهاية جيش منظم. أول شيء جازفوا بآلية نزلوها مع عسكرة تنزل على الضيعة، وبلشت يعني غزارة النيران مش طبيعية ليشوفوا إذا بتوصل تفوت على كل الضيعة ولا لا. جربوا خليناها لوصلت يعني أول الضيعة، إخواننا بالمقاومة ضربوها وهيدي دمرت هيدي الملالة ومع طاقم عسكرة. فهون الإسرائيلي عارف إنه في يعني في مقاومة، فصار يقصف قصف مش طبيعي على الضيعة، صار يعمل يعني بدي يدمر قبل ما يفوت. دمر وقصف كتير ورجع جرب يفوت كمان تي راحت له آلية تاني جوا بنص الضيعة، كمان هيدي دمرت دمار كليا، يعني في أثر بقي بالأرض مثل دم تياب مخزة جعب. هلأ نحنا نقلناها هيدي، سمعناها عن وكالة فرنسية بوقتها، قالت وكالة فرنسية العدو الصهيوني فات على ضيعة حومين تحتها وصار في مواجهة وسقط عدد كبير من العدو الصهيوني بحدود 35 إصابة لإلهم ومعظمهم قتلى. هذه وكالة الفرنسية بتقول هيك. نظمت المقاومة أكثر وأكثر وخرجت الكثير من الشهداء والمجاهدين، وما زالوا إلى الآن يجاهدون ويقاتلون في داخل لبنان وفي خارج لبنان، الدواعش اللي حاولوا أن يدخلوا إلى لبنان. كان في كتير الحمد لله أخوان جاهدوا كمان ضد العدو التكفيري. عنا كتير عدد كبير من الجرحى والحمد لله، يعني في عنا بس جريحان يعني صارت إصاباتهم أخذوا فيها إعاقة، والبقية الأخوان اللي انصابوا الحمد لله مشي حالهم. وفي شهداء بعتقد في اثنين، في شهيدان. دفع الفقر والتهميش وندرة فرص العمل أهل البلدة إلى النزوح إلى المدن طلبا للرزق. بلش هذا النزوح باتجاه المدينة، لكن الفارق أنه بلدة حومين كانت من أكثر القرى اللي فيها نزوح، يعني وصلت إلى حد كانوا 80% بين 80% و70% من أهلها خارج البلدة. كذلك عرفت البلدة الاغتراب إلى أمريكا وأوروبا وأفريقيا والدول العربية.
حومين أهلها من اللي حقيقة متمسكين فيها ومرتبطين فيها، يعني اللي أنتج سواء ببيروت يعني بالشغل بالمدينة أو بالسفر كان دايما يبني، وأهم مشروع عنده هو أنه يبني بيت ويأمن إلى حد ما يعني سكن ومأمن وملاذ لقلوا بهذه البلدة أو عقار، يعني في ارتباط كتير وثيق ما بين علاقة الناس بهذه البلدة. أكيد في تواصل، بيتواصلوا مع أهل بلدهم، مع عيالهم، مع أهل البلد، يعني كل ما يجوا من السفر يعني بيقعدوا مقابلات، قعدات، بيعملوا سهرات، بيوصلوا بيقضوا هالشهرين اللي بيجوهم من السفر بيكونوا كتير يعني مرتاحين، في جو إلفي يعني. يتجاوز اليوم عدد سكان البلدة 5000 نسمة موزعة على 600 وحدة سكنية تسكنها عائلات حومين، إضافة إلى بعض الوافدين من القرى والبلدات المجاورة. سكان الضيعة الأساسيات هن بلوط، عيسى، حمدان، نجم، عز الدين. هلأ في شيء دخل على الضيعة وسكن بقلب الضيعة، مثلا صار في مثلا زواج اجا سكنوا بالضيعة، مثلا سعد، درويش، يعني عدة عائلات اجت على الضيعة يعني اجوا وسكنوا بالضيعة، يعني كان اللي زواج بالضيعة وسكنوا بقلب الضيعة. لا تزال الألفة تجمع بين أهل حومين التحتة، فالقيم الاجتماعية التي تربى عليها أهلها لا تزال تحكم سلوكهم. والترابط بين أهلها والتكافل كتير مهم، معكس كتير هذا المشهد من خلال الأزمة الاقتصادية اللي مرقت بالبلد من خلال يعني بدأنا من 2019 لليوم وحتى فيما سبق يعني بالماضي. منلاقي في اهتمام الجار بجاره، الإخوة بين بعض، الأهل على مستوى الضيعة كلها. حقيقة أنا بقول هذا النموذج الإنساني اللي نحن شفناه كمشهد من خلال أهل بلدتنا واحتضانهم لبعضهم وتكافلهم خليهم فعلا يواجهوا أصعب أزمة مرقت بتاريخ البلد. يعني كتير كان المشهد نموذجي، ما بدي أقول إيجابي بل نموذجي. أتى العمران في البلدة على حساب المساحات الخضراء التي دفعت أشجارها المثمرة ثمناً للمد الإسمنتي. صراحة نسبة الأراضي الزراعية اليوم بالبلدة مش كتير كبيرة، تقريباً يا ربع الضيعة مزروعة يا أقل. هذه نحن عم نحكي زراعة شجر، زراعات اللي هي موسمية يعني مثل القمح وعائلتها للقمح يعني ذرة وشعير وكذا صار كمان شبه معدومة. وفي بعض الناس هلأ عن جديد عم يتوجهوا على زراعة الخضرة يعني مثل الملفوف والخس وكذا، بس بعدها يعني مثل ما بيقولوا محاولات خجولة، يعني ما ارتقت لمحل أنه يصير للتصدير أو لينزلوا على الحسبة أو هذا الموضوع. في نسبة لا بأس فيها من أبناء البلدة يقتاتون ومعيشتهم مبنية على هذه الصناعات الغذائية، المربيات، الألبان وأشبان كانت وكافة المواد والمؤن منت الضيعة، ولو أنه يوم بعد يوم كانت عم تقل نسبتها، لكن هلأ مع الظروف اللي استحدثت واستجدت بالبلد وبعد ما صارت حاجة ضرورية ولامست وجع الناس عم نلاقي انه عم بتعود هذا الاهتمام، لانه الجودة اللي ممكن تحويها والسلامة الغذائية وحتى طبيعتها عم تخلي الناس ترجع تهتم اكثر بالزراعة، يعني عم يصير في عودة الى هذه الاهتمامات وصارت اساسية عند بعض العائلات. نزرع، منحول زيتون، نحن يعني ما بنستاجر حدا، بنعصر، بنزرع، برايك قال بزرع ملوخية بيعمل مونتو وليد ملوخية، ما عنده، أنا يعني عندي قلب يعني وبيوجع القلب يعني.
بعدني أنا لهلا ببيع مون، كشك ببيع، زعتر ببيع، برغل ببيع، زاد بوقت الزاد. عرفت البلدة الصناعات الغذائية وتحديداً في مجال الحلويات، حيث ذاع صيت معامل الحلوى فيها. هي مهنة تصنيع الحلويات الغربية، يعني الجاتو والبتيفور ومشتقاته، كانت نسبة كتير عالية بحومين، وما كان في بيت بحومين إلا ما كان موجود فيه معلم جاتو. كمان هذه المهنة أو الحرفة أو ما بعرف أو هالصنعة كمان صارت قريبة إنه تنتهي، صار في عدد كمان محدود جدا، يمكن ما لحقوا التطور بهذه المهنة، كمان صار عدد محدود، لأنه في بس هلا يمكن في معمل شوكولا أو معملين شوكولا، مع إنه وصلت مرحلة كان في معامل باتيفور وشوكولا، هي وصل العدد لواحد أو اثنين بس. ما نحن كنا ببيروت وصار في الاجتياح مقطعنا، يعني صرنا متواجدين بالضيعة مش ببيروت، وبلشنا نشتغل هون. المفروض الواحد يشتغل بضيعته، يعني المفروض الناس تطلع من بيروت على الضيعة، يخف الضغط عن بيروت، وصير في تواجد بضيعة، وبتنمى الضيعة بنفس الوقت، يعني بصير في نمو للضيعة. تضم البلدة مستوصفا طبيا يكفي حاجات أهلها للطبابة. حومين في عنا مستوصف الإمام الصدر، مستوصف بيقدم خدمات جمة للناس، وعنا كمان يعني أكثر من عيادة، يعني عنا عيادتان نحن لأطباء بالبلدة. طبعا كمان حوين بالخدمة الطبية، لأنه هي حقيقة بتلاقي أهلها على المستوى الإنساني، بتلاقي في تعاون، بتلاقي معظم الأطباء حقيقة مرتبطين بالضيعة وبأهلها وبناسها، ومش مثل كثير من القرى اللي بيعتمدوا على العامل المادي. نحن في أطباء لا يتقاضون أبدا أجور لقاء خدمة أبناء البلدة، خاصة بهذه الظروف اللي مرقت. حقيقة أطباء البلدة أنا بحب كمان بهالفرصة هيك وجه لهم تحية كتير كبيرة، لقاء هذه اللمسة الإنسانية والخدمة تجاه أبناء بلدتهم. أبو رياض الرجل الذي يعرفه جل أهل المنطقة، حيث لم تمنعه سني عمره التي تخطت 90 من ممارسة مهنته بشغف وحب. يمكنك تذوقه في مأكولاته التي يمتلك وحده سر نكهتها الخاصة. ما حدا بيعرف، كلنا بيشوه شعفي وحدة، يبي يشوه شعبتين، بعدين هيدا سر 60 سنة هيدا. وعندي هذا الصلوش اللي اكلتي عليه السخانة، شريه من عند المصلي ب50 ليرة، من عندين شي 55 سنة شريه. ماذا يا حياه؟ بعد مرور أكثر من 50 عاما على وجوده في ساحة البلدة، اقترن اسم أبو رياض ببلدة حمين التحتة، فهو الشاهد على تاريخها وتاريخ أهلها. بحرب عبد الناصر كنتون بالعراق، وهذا بحرب اسرائيل كنتون، كسروا لي الوجهات، والوجهات بعد عندي لله مكسره، كانت خيمه قصر، وجع ضل فوات من الشباع، تهجروا بحرب اسرائيل، سويت هذا المحل وعمرته، جبت معمرجيه عمره، ماتوا كله. كل العالم بالمنطقة هون وغير المنطقة بيجوا لعندي لهون. لطالما اهتم أهالي حمين التحتة بالتربية الرياضية ومارسوا مختلف أنواعها. نادي شباب حمين طبعا هو نادي منظم بالدوري اللبناني بدرجة ثالثة رابعة، بيطلع هيك بالدرج. لحين بعض المجموعات بحومين قامت بفئات، عندنا مدرسة كروية تأسست تقريبا من 2016، هي سبورتس أكاديمي، قمنا بإنشائها لتنمية كمان المهارات لكل الفئات الصغيرة مراحل عمرية. طبعا هذه قامت أسبوعيا 3 أيام بالأسبوع تدريب
مدربين من النادي لحومين، لأنه عندنا شباب طاقات خامات عالية من اللاعبين النجوم يعني. هن قاموا بتنمية هود الشباب بيأسسون لينضموا للنادي الأم والنادي الأساسي للشباب. كذلك تحوي البلدة ملاعب رياضية مختلفة. في عندنا ملعب الميني فوتبول هو بجانب المدرسة الرسمية فوق، هي بيكون بيسافي على التمرينات للأكاديمية، تمرينات حتى الأنشطة الرياضية للكشاف. بصير عندنا دورات، نحن عندنا دورتين ثابتين بتصير بالسنة، دورة شهر رمضان ودورة انتصار تموز بتصير بتموز. هذا مثل بتصير هذا عرس كروي، هذا مهرجان رياضي بتصير بتموز بنسوي كل سنة. بنفس الوقت عندنا بعض الدورات، عندنا مهتم بالأنشطة الفولي، عندنا البيبون كرة طاولة، عندنا البليار، هاد بعض الأنشطة الرياضية منقوم بتعزيزهم بهالفترة يعني تقريبا من سنتين وجاي. كرة الطاولة، البيبي فوت، هاد شو عم نعززهم ونعمل دورات فيهم. أهداف تنموية مختلفة وضعتها بلدية حمين التحتة على جدول أعمالها، وذلك بعد تشخيص الحاجات الفعلية للبلدة. بفضل الله سبحانه وتعالى أنجزنا ما يقارب 90% من حاجة البلدة للبنى التحتية، يعني مدينا خطوط صرف صحي على يعني على الخطوط العامة، الخطوط الفرعية، يعني اللي تبقى من حاجة البلدة لا يتعدى 10%. على مستوى شبكات المي، ونتيجة طبعا تحاليل وفحص المي تبين أنه الشبكات بحاجة لإعادة واستصلاح وإنشاء شبكات جديدة، إطراع السلامة العامة، وبنفس الوقت حاجة الناس وتوسع البناء بالقرية. فكمان مدينا إلى يعني أعدنا بناء شبكة المي الجديدة كلها، يعني الخط العام والخطوط الفرعية كلها سوا استحدثناها إلى ما يعني ما يقارب 90% من حاجة البلد. ولتشجيع المواطنين على استثمار الأراضي الزراعية، شقت البلدة خطوطاً وطرقاً زراعية خاصة. كذلك قدمت البلدية مشاريع لدعم المدرسة الرسمية في البلدة. عملنا عدة برامج بالتعاون مع المدرسة، يعني سواء على مستوى دورات الدعم الخاصة بالطلاب صفوف الشهادات الرسمية، حتى عملنا دورات العلاقة باللغات للمرحلة المتوسطة كونه بناء على احتياجات الطلاب. فحاولنا قدر الإمكان احنا نشوف شو اللي هي الأمور اللي بحاجة لها المدرسة الرسمية من رفد ومن يعني احنا مثلا صيانة الملعب المدرسي كان بحاجة لصيانة، امنا ب يعني صبوا كله سوا باطون. رجعنا على مستوى التكريم، احنا عم نعمل حفل تكريم سنوي للطلاب الخريجين لتكون حافز ودافع لكل الطلاب. فهذا كان يعني خلينا نقول نحن مهرجان سنوي نحن من قيمه كبلدية وكحافز أساسي، لأنه فعلا نحن منلاقي بيئتنا متجهة إيجابا نحو التعلم والتعليم. تلك هي حومين التحتة، البلدة التي تشحت برداء الكبرياء بعد أن اتخذت من الطبيعة الساحرة رداءً ومن المقاومة والشهادة وساماً.